المنهج اللي اتبعه السيد الكاظمي في محاولة تجفيف مصادر تمويل الميليشيات الخارجة عن القانون والميليشيات الولائية وكل التنظيمات اللي تتوالد يوم بعد يوم، يوميا نسمع باسم تنظيم جديد في العراق، كل هذه تمويلها كان من الفساد اللي أشاعوه في البلد. ومحصلة الفساد، محصلة 17 عام من الفساد، اليوم حجم الفساد كبير، يعني حتى محاولات الكاظمي لتجفيف منابع تمويلهم هي محاولات مستحية في هذه النقطة الجمركية، في هذا المكان، في هذه، لكن المشكلة أكبر، في كل مكان الفساد موجود، والفساد منظومة كاملة تحمي أحدها، واحدة يحمي الآخر. وبالتالي محاولات الكاظمي لحد الآن لم تحقق التجفيف الحقيقي لمصادر التمويل. يبقى الكاظمي الآن أمام مواجهة، مواجهة أنه هذه الميليشيات رافضة وجوده، وهذه الميليشيات وراها قوى سياسية جالسة في البرلمان العراقي وتحاول أن تلعب على ورقة الضغط على أن يبقى الكاظمي أو يمشي الكاظمي. وهذه العملية هي عملية بالتأكيد فيها ابتزال كبير للسيد الكاظمي. هنا يبقى على السيد الكاظمي كيف يتحرك. التحرك لتجفيف موارد التمويل بائسة نتائجها لحد اليوم. التحرك لتقزيم قدراتهم العسكرية لحد الآن غير قادر عليها، وهم الفاعلين على الأرض وهم المحتلين الأرض.